هذه الكهوف الهندية القديمة. شوفوا هذا الكهف إن شاء الله رايحين نطلع عليه بعد شوية. هذه كهوف قديمة، أعمارها وبناءها يتعدى 4000 سنة كما يدعون. شوفوا ما شاء الله بوسط هذه الطبيعة الجميلة في ولاية مهاراشترا الهند. خلينا نتسلع ونطلع نشوف الكهف هذا. طبعا في درج طويل جدا من تحت، بعد شوي بنوريكم اياه. بس هذه الطبيعة الخلابة والرائعة والجميلة في نفس الوقت. هذه هي الكهوف التي حفرها وبناها الإنسان منذ 4000 عام. شاهدوا طبعا كثير من السواح الهنود يأتون لمشاهدة هذه الكهوف الرائعة. طبعا لسه في كهوف اعلى من هذه الكهوف، راح اطلع عليها واوريكم اياها ان شاء الله في فيديو اخر. يعطيكم العافية. الترحال بدون حدود. مراد السعودي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.